مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم في جوله جديده لبرنامج منشأة الصحافه. يسعدنا ان نستضيف في هذه الحلقه الاكاديمي والمحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري، ويرافقنا ايضا في هذه الحلقه رسام الكاريكاتير الاستاذ محمد ثلاب. ارحب بضيفي الكريمين، ومشاهدينا نبدا الان بابرز ما تناولته الصحافه المحليه بعد هذا الفاصل. صدر في جولتنا للصحافة المحلية وبالتحديد من صحيفة السياسة، وهذا المنشيت: سمو ولي العهد مثل سمو أمير البلاد بتكريم الفائزين في مسابقة القرآن. تعاون كويتي روسي لإعادة الاستقرار للمنطقة، تحت هذا العنوان تناولت صحيفة الصباح استقبال سمو أمير البلاد بقصر بيان أمس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وذكرت أن سموه حمل لافروف تحياته وتقديره للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، ولشعب روسيا الاتحادية الصديقة المزيد من التقدم والازدهار. أيضا في السياق ذاته عنونت صحيفة الوسط: الخالد روسيا تدعم جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية. ونقلت عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قوله أن المباحثات الثنائية مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف تناولت مختلف المواضيع الرامية إلى تطوير آليات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، وأبرزها العلاقات الاقتصادية المتنامية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أمس، أضاف الخالد أن هذه الزيارة تأتي أيضا في ظل متغيرات دولية وظروف وتطورات إقليمية حساسة، وتبرز حجم الدور المحوري لروسيا الاتحادية في المنطقة. دكتور يوسف، أرحب بك معنا مرة أخرى في هذه الحلقة، وفيما يتعلق بهذه الزيارة من حيث المضمون وأيضا التوقيت السياسي لها. طبعا ما في شك، حقيقة زيارة وزير الخارجية لافروف للكويت جاءت يعني هنا بناء على يعني قضايا كثيرة تهم البلدين في الأساس، وبالتالي تناولت هذه الزيارة ثلاث محاور أساسية. المحور الأول العلاقات الكويتية الروسية، والتأكيد على عمق هذه العلاقات وأوجه التعاون التي تفتح بين طبعا دولة الكويت سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو غيرها، مجالات التنمية، الاستفادة من الخبرات الروسية ودعم هذه العلاقات والتأكيد على أصالة واستمرار هذه العلاقات بين البلدين الصديقين. الجانب الثاني طبعا جاءت أيضا تأكيد من وزير الخارجية لدور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على دوره في عملية الوساطة الخليجية لحل هذه الأزمة، وتأكيد روسيا على تقديم الدعم الكامل والاهتمام الكامل بالدور المحوري والأساسي الذي يقوم به صاحب السمو ودولة الكويت في حل الأزمة الخليجية، ويعني فك هذا النزاع وإعادة الأمور والوفاق العربي الخليجي مرة أخرى. الجانب الثالث أيضا متعلق في قضايا المنطقة الساخنة. نعرف هناك قضايا ساخنة الآن على الساحة السياسية في المنطقة، قضية الملف السوري والأحداث التي تجري الآن والأحداث المتوقعة في المستقبل لطبيعة العلاقات وعودة سوريا مرة أخرى، وطبيعة الدور الروسي طبعا في هذه العملية مهم جدا، إضافة قضية الملف الفلسطيني أيضا وقضية إسرائيل والأشياء التي أوضحت دولة الكويت دعمها الكامل للقضية الفلسطينية واهتمامها في كل المحافل الدولية بهذا الجانب. وهذا أيضا جانب تم نقاشه مع لافروف لتأكيد دور الكويت الداعم والمهم في عملية أيضا إعطاء الشعب الفلسطيني حقه، وأيضا التأكيد على قضايا كثيرة فيما يتعلق به الشعب الفلسطيني والقمع والإرهاب الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. ومن ثم هذه الزيارة أثمرت الحقيقة بقضايا متعددة كثيرة، يعني أوجدت نوع من التطابق في وجهات النظر بين روسيا والكويت، ومن ثم يعني نجحت هذه الزيارة كما ذكر وزير الخارجية الكويتي بكل أبعادها في التعزيز على القضايا المحورية الأساسية التي جاءت من أجل هذه الزيارة، وهذا يتمم الجهود الكويتية والروسية فيما يتعلق بالأدوار الإقليمية والأدوار الخليجية وغيرها من مقتضيات الساحة العالمية بشكل عام.
فأعتقد أن الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس. نعم. في خبر آخر من صحيفة الأنباء نقرأ هذا المانشيت: ناصر الصباح، 650 مليار دولار عوائد المدن والجزر. وفي عنوانها التمهيدي كتبت أن المجلس ناقش عزوف المواطنين عن المشاريع الإسكانية وعاد حق الاطلاع إلى التشريعية وأقر تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية بالمداولة الأولى. عنوان آخر نقلته صحيفة الراي عن نائب وزير الخارجية الجار الله: الكويت ستواصل نقل المشاغل العربية من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن. هذا الخبر من صحيفة الكويتية التي طبعت هذا العنوان: إشادة دولية بمبادرة الهلال الأحمر الكويتي في إنشاء صندوق تنموي لدعم وتمكين النساء. دكتور، فيما يتعلق بهذا الخبر، يعني إنشاء صندوق تنموي لدعم وتمكين النساء، ما الذي يعنيه ذلك؟ طبعا ما في شك الحقيقة أن اهتمام صندوق الهلال الأحمر الكويتي كأحد مؤسسات المجتمع المدني في الكويت والإشادة الحقيقة بهذا الدور وإنشاء هذا الصندوق أعطى صدى الحقيقة واسع واهتمام بهذه المبادرة التي قدمها يعني الهلال الأحمر، تمثل الحقيقة ركيزة أساسية في الكويت، وهي قضية دعم الكويت للمرأة وإعطائها جميع الحقوق وتمكين المرأة. وطبعا عندما نتكلم عن تمكين المرأة نقصد في تبوء المرأة لكافة المقاعد والمناصب والأعمال، المشاركة السياسية، وكذلك أيضا دعم الجهود الرامية لتفعيل دور المرأة في جميع القضايا سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، مما يؤدي إلى رفع كفاءة المرأة وأعطاها دور واسع في العطاء وفي المشاركة الفاعلة في التنمية وفي التغيير والتطوير في المجتمع. ومن ثم هذه المبادرة تدعم كل الجهود وتقدم كل الدعم المادي، سواء كانت مناقشات عملية، دورات، أي شيء ممكن يساهم في إنجاح دور المرأة وتفعيل هذا الدور في المجتمع. وهذا الحقيقة يؤكد قضية هامة أن الكويت يعني الحقيقة مهتمة بشكل كبير جدا بقضايا المرأة ومهتمة بقضية تمكين المرأة وأعطائها كافة الأدوار التي يجب أن تلعبها وأن تساهم بها مساهمة فاعلة في قيا المجتمع بشكل شامل. فبالتالي من جاءت هذه الحقيقة التمويل وهذا الصندوق دعم لهذه الجهود التي تقدمها دولة الكويت أساسا. ونعرف في الكويت الحمد لله يعني لدينا مشاركة سياسية للمرأة، اليوم المرأة تبوأت مقاعد ومناصب عليا في الدولة، هناك على مستوى وزاري، وبالتالي هذا يشكل أن القضية يعني أصبحت من العناصر الأساسية في المجتمع. ومن ثم جاء الدور التنموي لهذا الصندوق يؤكد على هذا الدور للمرأة إن شاء الله. نعم. في خبر آخر من صحيفة الجريدة: التربية تفتح التعاقدات المحلية لتعيين 900 معلم. وأوردت الصحيفة إعلان التربية حاجتها إلى معلمين كويتيين في العربية والإنجليزية والفرنسية والرياضيات. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف الدولية والعالمية بعد هذا الفاصل. الملف السوري: قالت صحيفة القدس العربي أن محافظة إدلب ومحيطها من أرياف اللاذقية وحما وحلب تشهد تصعيدا غير مسبوق من النظام السوري الذي يشن منذ أيام غارات جوية وهجمات صاروخية أدت إلى مقتل عشرات المدنيين وسط مخاوف من شن هجوم أوسع على المحافظة التي تمثل آخر قلاع المعارضة السورية. وعلى الرغم من أن المعركة المباشرة تدور بين النظام السوري وفصائل المعارضة، إلا أن مراقبين يرون أن هذا التصعيد ما هو إلا واجهة لمعركة عض أصابع تتصاعد بين روسيا وتركيا في محاولة من كل طرف لتعزيز موقفه في المباحثات العسكرية والسياسية المتواصلة بين الجانبين حول مستقبل الشمال السوري وشكل الحل النهائي للأزمة السورية. دكتور، فيما يتعلق بهذا الخبر، يعني كما تعلم بأن تركيا كانت هي الضامن للمعارضة السورية وخاصة بعد إنشاء منطقة منزوعة السلاح، لكن المعارضة السورية في الفترة الأخيرة تجاوزت هذه المنطقة وأيضا قامت بعمليات عسكرية متجاوزة بذلك الضمانات التركية. روسيا لن تقبل بذلك فيما يتعلق بهذه المنطقة حسب الضمانات التي وضعتها. الآن المعركة
كما يقول مراقبون بأنها هي معركة عض أصابع ما بين تركيا وما بين روسيا من أجل إنهاء الأزمة في الشمال السوري في منطقة إدلب. كيف ترى ذلك؟ طبعا ما في شك الحقيقة أن يعني ما يحدث الآن في إدلب والأرياف المحيطة فيها هو جاء طبعا لمحاولة طبعا النظام السوري الآن للقضاء على كافة وجف تجفيف منابع المعارضة التي بقت في هذه المنطقة والتي كانت هناك ضمانات تركية بالنسبة لهذه المرأة، وكما ذكرت قبل قليل تجاوزت الحقيقة هذه الخطوط ودخلت في معارك، وبالتالي أراد النظام السوري أن يعيد الهيمنة والسيطرة على هذه المنطقة باعتبار هذه المنطقة شمالية متاخمة للحدود التركية، وبالتالي يخشى من عمليات مستقبلية أو انطلاقات لأي عمليات معارضة أو هجوم في المستقبل. طبعا ما ذكره الكاتب في قضية عض الأصابع بين طبعا الجانبين التركي والروسي، نعلم أن هناك مصالح روسية كبيرة جدا في المنطقة تسعى للوصول إليها من خلال عودة النظام السوري والحياة السورية مرة أخرى، ونعرف أيضا تركيا تريد أن تبقي المنطقة الأمنية والحاجز الشمالي بنوع من الموائمة حتى تحصل أيضا على الحقوق مباشرة باعتبارها متاخمة وتخشى من أي تغيرات في المنطقة سياسية أو حدودية أو غيرها من القضايا التي قد تحدث في المستقبل نتيجة لهذه المنطقة المتاخمة. ومن ثم فعلا يعني بدأت الآن عملية صراع قوى بين الجانب الروسي والجانب السوري في محاولة، أو الجانب التركي آسف، في محاولة لحسم هذا الخلاف وحسم هذه الصورة وإنهاء هذا النزاع، وبالتالي نعرف أن هذا قد يؤدي إلى تبعات أخرى في المستقبل. يهم الجانب طبعا التركي إعادة الاستقرار للمنطقة، كذلك الجانب الروسي يهم كذلك على أساس إبقاء النظام وسيطرة النظام على كافة الأراضي السورية خاصة بالذات المنطقة الشمالية خطرة جدا في المستقبل. وضح النظانات التركية غير مجدية وكافية، وبالتالي هم الآن يريدون أن يعني يجففوا هذه المنابع خوفا من تحركات أو انطلاقة جديدة أخرى. وبالتالي دكتور يعني هناك من يتحدث أن الآن بدأ العد التنازلي لمعركة إدلب الكبرى. كيف ستكون وجهة النظر أو رد الفعل التركي من وجهة نظرك؟ وكما تعلم بأن يعني فيما قبل أنشئت المنطقة منزوعة السلاح يعني للحد من انتقال عدد كبير من اللاجئين، والذي قدر بثلاثة ملايين لاجئ ربما يلجأوا إلى تركيا. فبالتالي إذا بالفعل ما تمت عملية أو حرب إدلب الكبرى أو معركة إدلب الكبرى، إلى أين ما هي ستكون ردود الفعل التركية من وجهة نظرك، وكيف سيتم الحل لهذه الأزمة؟ طبعا في حالة النزاع الحاصل الآن كما ذكرت حصلت عمليات وللأسف أصيب فيها بعض المدنيين وبعض المناوشات الآن، وليست حرب شاملة ويعني مدمرة أو قوية، وهذا الخوف أن تأتي حرب قوية جدا من الجانب السوري في هذه المنطقة بدعم الجانب الروسي لها، وهذا طبعا سيؤثر على معطيات الجانب التركي، وبالتالي هنا يخشى من موقف تركي حازم أو تدخل تركي لحماية هذه المنطقة المنزوعة السلاح وحماية أي مخاطر قد تأتي من الجانب الشمالي المتاخم لها بخوف طبعا. ولكنها قدمت الضمانات ولم تلتزم كما ولم تلتزم بها، وبالتالي هي لا تزال يعني في حيرة من الأمر بين المعارضة وبين التزامات طبعا التي أعطيت للجانب التركي، ولكنها باءت بالفشل. ومن ثم هنا خوف أن يحدث نزاع مستقبلي أو شرارة قوة بين الطرف الروسي والطرف التركي في نزاع على هذه المنطقة لإعادة الاستقرار لها. بالتالي أعتقد أن تركيا ستأخذ موقف حازم إذا ما تمت هذه المعركة بشكل شمولي، ومن ثم أو تحدث نوع من الموائمة السياسية في محاولة جد حل سلمي وإعادة الاستقرار للمنطقة. هذا ما نتوقع أن ترى الأحداث، لكن سيكون هناك موقف صارم من الجانب التركي إذا ما تعدت هذه الحرب حدودها الطبيعية للسيطرة على المنطقة بشكل كامل. نعم. في خبر آخر، جدد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عزم بلاده على تحسين العلاقات مع الهند وحل كافة الخلافات العالقة بين البلدين عبر الحوار لضمان الأمن الدائم في المنطقة. وأعلن في تصريحات صحفية نقلتها جريدة الحياة عن اتخاذ بلاده عددا من الإجراءات لتخفيف التوتر مع الهند، وموضحا أن باكستان قررت إعادة سفيرها إلى نيودلهي في غضون يومين وإعادة الاتصالات الأسبوعية بين مديري العمليات في الجيشين الباكستاني والهندي كما كان معمولا به سابقا، واستئناف المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن فتح معبر كارتابور الحدودي. أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع، إذن كما تعلم بأن التوتر كان على أشده في الفترة الماضية ما بين الباكستان والهند، لكن
الآن عودة للعلاقات الدبلوماسية، الاتصالات العسكرية عادت مرة أخرى والمفاوضات، هل ستستمر هذه التهدئة من وجهة نظرك، ومن المستفيد من التوتر ما بين الباكستان والهند؟ طبعا لا شك أن هذا التوتر الذي حدث خلال الفترة والتصعيد من الجانبين والذي أدى إلى سحب السفير ويعني مشكلة في العلاقات في الجانبين وتوجس من قيام حرب بين الجانبين، يعني هذه مشكلة كبرى، يعني وصلت إلى طائرة وأشياء كثيرة ومناوشات عسكرية في المنطقة، ومن ثم الآن جاءت المحاولة التهدئة من الجانب الباكستاني عندما يعني طلبت أنها ستعيد السفير ندله مرة أخرى خلال أسبوعين، وبدأت الآن بعض المحادثات في الجانب العسكري، وهناك تمهيد لإقامة مفاوضات مباشرة بين الجانبين لحل القضايا المنازع عليها خوفا من اندلاع شرارة حرب، ونحن نعرف أن اندلاع الحرب بين الهند وباكستان لن يكون بسيطا، يعني هناك توجس أو تخوف من استخدام أسلحة خطيرة وأسلحة نووية، كلا الدولتين تملك هذه الأسلحة، وبالتالي قد يكون قيامها يعني حرب مدمرة. ومن ثم أنا أتوقع أن الجهود السلمية الآن التي تقدمت قد تكون يعني إيجابية في إيجاد حلول سلمية وإعادة هذه العلاقات ومحاولة تصفية الجوانب التي أتي لهذا التوتر السياسي والاندلاع الذي حصل خلال الفترة الماضية. ومن ثم طبعا نعرف أن هناك طبعا مستفيدين من هذا الصراع، طبعا الدول المتاخمة والدول الأخرى، نعرف روسيا لها جانب وأمريكا وغيرهم لهم تداعيات في المنطقة وحسابات معينة، لكن يمكن قد لا تكون الهدف الأساسي هو قيام الحرب، ولكن هي حرب مصالح، الهدف منها الوصول إلى مواءمات سياسية وتدخل في المنطقة ومن ثم كسب بعض المصالح السياسية من خلال هذه المناطق ومراكز القوى بين الطرفين، والتي نتمنى نحن جميعا أن نحسم هذا الخلاف عن طريق الحلول السلمية، لأن استمرار هذا التوتر سيكون وباله كبيرا جدا على العالم ككل والمنطقة في آسيا، وليس فقط على المستوى الباكستاني الهندي فقط. لذلك يعني نحن الآن نصبو، وهذا ما نرى الآن أن بدأت الآن تفتح لإيجاد نوع من العلاقات مرة أخرى، وهذا مؤشر إيجابي نحو يعني حل هذا النزاع الذي حدث خلال الفترة الماضية، حتى لا تكون هناك شعلة لنواة حرب بين البلدين ستكون مدمرة وكبيرة جدا. نعم، في الملف الكوري الشمالي ذكرت الأمم المتحدة أن حوالي 11 مليون كوري شمالي يحتاجون إلى مساعدة إنسانية لتلبية احتياجاتهم الغذائية والصحية الأساسية وفق ما أفادت به صحيفة القدس الفلسطينية. وأضافت الأمم المتحدة أن انعدام الأمن الغذائي المزمن يظل مشكلة واسعة الانتشار في مختلف أنحاء البلاد، حيث يعاني نحو 43.4% من السكان من سوء التغذية. أيضا نبقى ضمن الملف الكوري الشمالي، حيث كتبت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن السرعة التي أمر بها كيم جونغ أون بإعادة بناء موقع إطلاق الصاروخ توتشانغ ري بعد فشل محادثاته مع دونالد ترامب في إظهار تحرك محسوب يهدف إلى اختبار الرئيس الأمريكي، على الرغم من أن الاستعادة لا تنتهك من أي تعهد من جانب كوريا الشمالية حول تعليق اختبار إطلاق الصواريخ، إلا أنها رسالة واضحة جدا بأن بيونغ يانغ لديها القدرة على إنتاج وإطلاق أسلحة فعالة، وأن هذه لن يتم التخلي عنها ما لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لدفع ثمن مرتفع مناسب. دكتور، في المحادثات الأخيرة ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام، انتهت المحادثات بالفشل ولم يصلوا لأي اتفاق على غرار قمة سنغافورة. الآن بناء مفاعل نووي جديد وبهذه السرعة بعد القمة في فيتنام، ما الذي يعني ذلك؟ هل يعني ذلك بأن بالفعل المحادثات أيضا في فيتنام انتهت بالفشل، أم هو تحدي للرئيس دونالد ترامب؟ طبعا ما في شك، الحقيقة نعرف أن المحادثات السابقة يعني لم تصل إلى حلول ناجعة لكل الطرفين أو مواءمة سياسية بين الطرفين فيما يتعلق بكثير ملفات التي كانت يعني بين الجانب الكوري والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الموضوع. ومن ثم يعني شهدنا طبعا هذه السرعة الهائلة في إنتاج المفاعل النووي، وعملية كما نقول يعني يراها السياسيون أنها نوع من إثبات الوجود وإظهار القدرات وإظهار نوع من التحدي للإدارة الأمريكية أن كوريا ما زالت في قوتها وتستطيع
خلال فترات محدودة أن تنتج أسلحة وأن تكون على استعداد للتعامل مع كل المعطيات السياسية خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها تريد أن تكون تبرز نفسها كقوة عظمى مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية. بعضهم يعني يرى أنها عملية يعني إشهار أو كما نقول إظهار أن عملية المباحثات انتهت وأنه لم نصل إلى شيء، وبالتالي هنا هذه قد يكون رسالة لدونالد ترامب بإيجاد حلول بديلة أو تعامل آخر مع هذه القضية لحل النزاع بالطرق الودية وإيجاد نوع من التنازلات من الجانب الأمريكي فيما يتعلق في هذه المحادثات إذا ما تم استئنافها مرة أخرى بهذه الصورة. وطبعا هذا لا شك أنه نوع من التعجل السياسي كما نرى، يعني يراه المراقبون أنه نوع من يعني إظهار القوى ويعني التحديات، ليست يعني السياسة تكون بهذه الصورة. يجب أن نلجأ دائما للمناقشات والمحاورات والمفاوضة وإعطاء الفرصة مرة تلو الأخرى حتى نصل إلى حلول سلمية بدلا من لغة التحدي التي يراها المراقبون أن هذا نوع من التحدي الكوري، والذي قد يكون له موقف أيضا سلبي آخر من الرئيس دونالد ترامب. ومعروف ترامب الحقيقة في قوة التحدي أحيانا أو عدم استجابته لبعض هذه الأشياء التي قد تنزع فتيل النزاع بين الطرفين، وقد تكون تؤدي إلى يعني عدم استمرار المفاوضات والمحادثات مرة أخرى وإعادتها الطاولة للنقاش. نعم، يعني خلال المحادثات ما بين الرئيس دونالد ترامب وحتى كيم جونغ أون، كتبت الكثير من الصحف الأمريكية قالت بأن أحد أسباب فشل المحادثات ما بين الرئيسين هو اكتشاف مفاعل نووي قام ببنائه يعني الرئيس كيم جونغ أون قبل فترة من المحادثات وخلال فترة قمة سنغافورة. فكان هذا أحد أسباب فشل المحادثات نوعا ما. الآن ما يريده كيم جونغ أون هو أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن كوريا الشمالية، وبعد ذلك يبدأ بإيقاف نشاطه النووي. لكن ما تريده أمريكا هو أن يبدأ بإيقاف نشاطه النووي وبعد ذلك تبدأ برفع العقوبات. يعني هذه المسألة يعني يعني التشابك تعنت. هذه المشكلة إلى أين ستنتهي من وجهة نظري؟ طبعا هناك تعنت كما ذكرت قبل قليل. الأمريكا تشترط عملية إيقاف المفاعلات النووية لاستئناف المفاوضات وإيجاد حلول لكثير من القضايا العالقة. الجانب طبعا الكوري للأسف يعني تعجل في عملية بناء المفاعل ويعني التسرع فيه، وبالتالي كنوع من التحدي، وبالتالي هناك نزاع بين الطرفين، كل يريد أن يملي شروطه على الآخر. وأعتقد أن مثل هذه اللغة يعني لن تساهم في إيجاد حلول سلمية وإيجاد حلول فيها نوع من الجانب السياسي الذي يحسم كثير من الخلافات بالطرق السلمية الإيجابية. ومن ثم يعني للأسف يعني احنا نرى أحيانا في رئيس دونالد ترامب في نوع من التحدي أحيانا والتسرع في بعض القرارات. نفس الشيء في الجانب الكوري، يعني هو أن يريد أيضا أن يثبت وجود وقوة لكوريا وأننا طرف ليس بالطرف الأضعف في المفاوضات، وبالتالي يريد أن يملي شروط. للأسف مثل هذه النزاعات في الرئيسين للأسف الشديد هي التي الآن تقف عائق أمام استمرار كثير من الأمور، لأن كل يريد الاستئثار بهذا الدور. وبالتالي أعتقد أن المسألة تتأخر قليلا بعملية حسم هذا الخلاف مع الزمن، لكن لن تطور الأمور إذا ما استمرت على ما هي عليه. ودعني أعود قليلا إلى ما كان يقوله الرئيس دونالد ترامب بأن الزر النووي الذي أملكه أكبر من الزر النووي الذي يملكه الرئيس الكوري الشمالي. هذه هي اللغة المستخدمة، إشارة التحدي. نعم نعم. ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة الأيام للكاتب هاني حبيب يحمل عنوان سيناريوهات التسخين وجهود التهدئة، مناورة أمنية عسكرية أجرتها قوات الاحتلال على تخوم قطاع غزة والغلاف الاستيطاني قبل أسبوع، مناورة لم تكن مبرمجة على قائمة الاستعدادات الإسرائيلية. سلطة الاحتلال الإسرائيلي تريد أن توجه رسالة واضحة بأن الانتخابات البرلمانية لن تمنع قيام حرب إذا اقتضت الحاجة، ولهذا
وبالإضافة إلى المناورات المشار إليها، هناك عملية تسخين إسرائيلية على كل الجبهات الأمنية والاقتصادية. التوترات الحاصلة حول فتح مصلى باب الرحمة في القدس المحتلة، والتوترات المتزايدة إثر الإجراءات الإسرائيلية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ومخططات تهجير الخان الأحمر، إضافة إلى قرصنة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى. ومقابل ذلك هناك تصعيد فلسطيني على تخوم القطاع مع الغلاف الاستيطاني والمزيد من البالونات الحارقة، وبالتوازي مع عملية الدهس في كفر نعمة في الضفة الغربية. مقابل كل ذلك فإن الوضع الداخلي الإسرائيلي بالغ الحساسية في ظل الأجواء الانتخابية، ذلك أن القيام بعملية عسكرية واسعة على القطاع من شأنه أن يؤثر على الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى أنها ليست مضمونة النتائج. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. ونعود للأستاذ محمد ثلاب للتعليق على كاريكاتير اليوم. نرحب بك معنا في هذه الحلقة ولك التعليق على كاريكاتير بالخير. اليوم أستاذ محمد، بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير اليوم مثل ما نشوفه خلاط يحمل مجموعة من برامج التواصل الاجتماعي، وهي خلطة عن الإشاعات خاصة صناع الفتن وغيرها، فيحاولون يزعزعون بعض الأماكن بخلطة أو طبخة معينة أنها مجموعة من الخلطات، فيكون هناك في يعني محاولة لزرع الفتنة داخل المجتمعات، وهذا اللي احنا نتمنى أنه يكون الابتعاد عن هذه يعني الإشاعات وأخذ المعلومة من الجهات الرسمية والجهات اللي يعتمد عليها. دكتور يوسف، طبعا واضح كما ذكر الأستاذ أحمد، حقيقة في عندنا واضح قضية عملية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت اليوم تؤثر بشكل كبير جدا في الناس، وأصبحت الحقيقة تصل الرسالة للملايين في لحظات، وبالتالي هذه الإشاعات للأسف الشديد أصبحت يعني سوق رائج في وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت تغير رأي الناس وتسبب مخاوف أمنية ومشاكل وتزعزع كثير من الجوانب الحياتية، خصوصا للأسف كثير من الناس اليوم سريع الاستجابة لمجرد الإشاعة، يأخذونها يعني كأنها أمر حقيقي، ومن ثم كما ذكر أخي الكريم يعني يجب علينا التريث ويجب علينا التأكد، يجب علينا الروية في التعامل مع هذه الإشاعات وهذه المعطيات حتى نأخذ معلومات صحيحة ونتأكد قبل أن نقوم بأي إجراء أو أي عمل آخر بطبعا نشرها. وهذه قضية مهمة، يعني بعض الساعات يعيد نشر هذه المعلومة دون التأكد، فأنت مساهم رئيسي في نشر الإشاعة لمجرد أن تبعثها في كافة نعم. الأفراد. الآن دكتور أزمات سياسية عندي. واقتصادية تثار على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني تخلق مشاكل وبنفس الوقت تحل على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا ما يدور. نعم صحيح. إذن مشاهدينا بهذا الكاريكاتير وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من منشط الصحافة. أشكر ضيفي الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور يوسف المطري على تواجده معنا، وأشكر أيضا رسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب، وأشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.